إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أشرح وكبلاب يا كتابك العربية بين يديك جزك اللباد حاسد بقول يسديت تهيئة وديار قرين أما ديار قرو فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية وعاد كفير ستاط كفكرتها إن كتشوا بتسوى آلها صو صعودة واحد ما المجالات ومحي ميرها يقوبها إيه إن عيدة تمنحوا لقبحيه فيها ميرها جوائز الملك فيصل شايسوين كلام رعب حي جائزة الملك فيصل ميرها لقبحيه ومحي اثنين ماذا يمنحوا الفائزون بجائزة ملك الفيصل محالة سيئة تبكى كقول يستاج شايسة الله إلى هذا ملك فيصل ثلاثة هل تمنح هذه الجوائز جائزتها هي أول مرنتها موحى للسياء للمسلمين فقط مضدك مسلمين تأوم باقاتهم مستدك كلام وقاتهم أربعة أذكر أسماء بعض الذين واحد شيكتا مغعيد قار كم ضدك حصلوا هري كقول يستي على جائزة ملك فيصل قار كم ذا الشيك هل كم بيكو عضان دون تارمها يتواب هذه جائزة الملك فيصل العالمية أبا المرين تلا مقع بحضي لوغو مقع داري بقر فيصل كي سعودي عالمي مالك هذا هو عالمي جدك الدنيا دور لما عدي أي أركان إنه يكوها بونتها ويسيان قالي إسلام تمنح واحد بحساب مؤسسة الملك فيصل الخيرية مؤسسة أما تشمعية أما أوروركا غير هذا ملك فيصل الخيرية كشقية سما فلك وهي بحسيبويري منذ عام 1397 الهجرية لقبل أبو كن صدح بقول يستقال يتضبير استقال شنكي حق هجرية تاريخ تمرك يا عيد خمسة جوائز عالمية شن جائزة دود وعالمية أي بحسب في خمسة مجالات واحد كن بحسب شن ميراد أو كل دون هي شن تاسوحة خدمة الإسلام ضدك وشغية دينة إسلامك هي دعوة إسلامك ضدك كشغية أي سيسي والدراسات الإسلامية وحق الله سيسي قيمة اللبادة حق برشدة هي دراسة هي بارتانك علمك إسلام فيها قونة إسلامك أما ديكتانك والأدب العربي يعني أدب كيسو قانت عربية هي علمك عربي هي الحريرة عدة كشغية والطب بقى يكون بحسي وقيمت أفراد حق عافمات يوال علوم حق الساينس شن تاقى يبوض أي يكون بحسي جايزوين شن قوار هو بحسي وتتكون وحكا كوبانت هاي الجائزة جايزة داس من شهادة قفك كوكو يسوت الشهادة آيالة سيا شهادة سي تحمل وحي حنبارسان توقو قران اسم الفائز بالاقو قران منك قوشا قاتي أيا مقعيز كو قراني هاي ولاقو حرناه شهادة وحق الله راعوا ملخصا هذا الكوبان ايا قفق لسيا للعمل او كهر لي شقدي او قبتي الذي شقد حاصل او كهلي به شقد على جائزتي يعني ابا المرينتنا شقد او كهلنا والقرى او ان كوبان واربحنا ايا قفق لسي مركو عمل كعينكا يا عينكا يا عينكا قبتي وحي او ارقتي يعني جمعية دوني سيسو جائزتا وميدالية ذهبية وحق الله سيا قفك بالله الذهب وصدح قيبه بالله الذهبنا ولا سيا قيب استفراد وحق هو مبلغ وحق الله سيا هنتدا 750 ريالا 750 ألف ريال وحق الله سيا تضبب قول يكون تن ريال تضبب قول يكون تن كن تضبب قول يكون تن كن أو ريال والعقد السعودي أنا ولا سيا انت عسيك كوبان تقفك هلا أفرتها قدبه هليا horti waxa la siinayaa shahaado caalami ah oo magaca qofka lagu qoray waxa kala la siiyaa qoraal kooban
oo ka hadlaya shaqadii uu qabtay guusha ku gaaray waxa kala la siiya bilad dahaba waxa kala la siiya 750,000 kun oo riyalka Saudiya intaas ay ka kooban tahay hadoo faasa waxa ku guuleystay bi jawaiz al-malik faisal jaisadaha lagu magacaabay boqor faisal kathiirun badan ba heshay meel culabaa culabada iyo qoyahanka muslimiinta kamida iyo kuwa aan hata muslimiinta ahayn oo mina sharqi wal gharbi bari iyo galbeedba bari iyo galbeedba adduunyada barigeeda galbeedkeeda ku kala nool wa min ashari alladina waxa ugu caansan dadkii naalu helay ee ku guuleystay jaizata khidmatil islam jaizadu waa magacay kale leedahay taa u adeegida diinta islaamka dadka diinta islaamka u adeegay ee diinta islaamka difaacay ee diinta islaamka u shaqeeyay dadka ku guuleystay waxa kamida abul a'la al mawdud ninkii loo oran jiray ee daaciga ahaa ee caanka ahaa oo min Pakistan dalka Pakistan u dhashay waxa kamid ah waa Abul Hasan An-Nadawi ninkii loo oran jiray isaguna oo min al-Hindi dalka Hindiya u dhashay wa Ahmed Didat baa kamid ahaa oo isna min Janubi Afriqiya dalka Koonfur Afrika u dhashay oo ninkii doodihanka ahaa isagana waa la siiyay wa Yusuf al-Qard wa Abdul Aziz ibn Baz az min as-Saudiya sheekh loo oran jiray Abdul Aziz ibn Baz isna Saudi u dhashayna waa la siiyay waxa kaloo la siiyey waa min aladina xasal waxaa ka mid dadka helay calaa jaaisati adaraasaat alislaamiya jaaisada lagu bixiyay daraasaadka iyo aqoonta islaamka iyo cilmi baaristiisa iyo dhigidiisa iyo wixii la midka ah ee xagga aqoonta cilmi baarista islaamka fuad sirkiin la yiraahdo ayaa qaatay oo min turkiya dalka turkiya uu ahaa ninkaas wa yuusuf alqardaawi baa qaatay sheekh layla caalimka oo min misra isna masar u dhashay wa Mustafa Azarqa min Suuriya nin loo oran jiray Mustafa Azarqa oo Suuriya baa isaguna qaatay wa min alladina xasalu quwa helay calaa jaaisati malik faisal abaal gudka la yidhaahdo malik faisal fi ladab alcarabi luqada carabiga iyo cilmigeeda kala duwan raggii ku qaatay waxaa kamid ah Cabdisalaam Haaruun nin la yidhaah wa Caaishatu Cabdiraxmaan gabar la yidhaah oo min Misr labaduba Masar u dhashay wa Naasiruddiin Al-Asad nin la yidhaah baa isaguna ku qaatay luqada carabeed iyo culumteeda iyo aqoonteeda oo min al-urdun dalka urdun isaguna u dhashay wa cabdullaahi at-tayyib nin la ilaaba isna ku qaatay oo min suudaan dalka suudaan ahaa wa min alladiina kuwa waxaa kamid ah xasaluhu helay ee ku guuleystay calaa jaaisati dab jaaisada xagga caafimaadka nin la ilaaba michael faylet baa kamid oo min amerika min amerika dalka mareykanka u dhashay wa mario rin reto nin la yiraahdo oo min italia dalka talyaaniga ah ayaa isna qaatay wa albert rinoldes baa kamid ah min swisra oo dalka swisra aan buu isaguna ahaa ninkaas waa kuwa caafimaad ku qaatay ee cilmiga xagga dhakhtarnimada wa min ashhari alladina naalu jaaisata kuwa jaaisada helay kuwa ugu caansan waxaa kamid ah fil culuumi xagga sayniska axmed zuweyl nin la yiraah oo min america dalka mareyka u dhashay wa huwa misriyu alasri laakin asrkiisa hore nin misri ah buu ahaa oo xaggaa ku koray oo wax ku bartay kaasa isaguna qaatay wa michael cadiya nin la yiraah ayaa isaguna qaatay oo min britaaniya dalka ingiriiska u dhashay wa huwa mawluudun fi suudaan laakin wuxuu ku dhashay dalka suudaan asalkiisu waa ingiriis laakiin suudaan buu ku dhashay wahayr bart falter baa ka mid ah isaguna oo isna min almaaniya jarmalka u dhashay raggaasi ayaa qaatay jaaisada isticaab hadda waa fahan la fahmay ama fahanka iyo qaabkii loo fahmay ama si loo fahmi lahaa muxuu ahaa hadalka aan kasoo sheekeynay tadriib waaxid dalaliska koowaad da calaamada sawaab calaamada sax ku qor amaama alcibaarati hadalka hortiisa taxta almajaal almunaasib waxaad ku qortaa majaalka ku haboon maaragtay labadan qaybood hadalada soo socda mid waliba kuu ku haboon yahay qor tusaale ahaan jaaisatu khidmati alislaam aw aladab jaaisada lagu helay u adeegida islaamka ama luqada carabeed u adeegideeda wixii ku helay nimanka xaggan lagu sheegi doono halkaasaad ku qoraysaa halkaasaad calaamadin jaaisatu tibbi aw alculuum jaaisada ku saabsan xagga dhakhtarnimada ama sayniskana xagga kalead calaamadin horta yumnaxu waxaa la siiyaa alfaisu qofka guuleystay waxaa la siiyaa sabcu miati wa khamsuna alf riyal 750,000 oo riyal baa la siiyaa
labadaba waa la siiyaa, ma aha qolo keliya, labadaba waa calaamada ilaa jaaisadu waa isku qiimo. اثنين حصل المودودي وحا او هلي شيخ الاولين سيدي مودودي وابو الاعلى ابو الحسن ابو الاعلى المودودي ايو والطيب نينك الله اله هذا ويسمع عبد الله الطيبها وحا كو هلان على محا كو هلان وحا كو هلان على خدمة الاسلام ومودودي با كو هلان ايو او الادب ادب كان وحا كو هلان نينك الله اله هذا عبد الله الطيب كمدها جايسة كو قاتي. ثلاثة فاز أحمد زويل المصري نك أحمد زويل هذا أصل كيس مصري جاها يسقون وحوك هري محوك هري نك عسنا وحوك هري أخذ علوم فوس نك هري أبت سينسك أبوك قات وحق أصل على مدنين. يقدم ملخص للفائز في القف هجول إذا في جائزتي خدمة الإسلام أو الأدب labada boo la calaamadinaya iyo jaaysada dibo culimo dalbo mulakhas ka hadalka kooban ee warbixinta wala siya. Michael Feiland hasala wuxuu ku helay isagu ala jaaysada wuxuu helay ala jaaysada dibo isagu helay muuna ka helay wuxuu helay ala jaaysati at-tibbo isagu ku helay saas ay kala ahaayeen. Hadana tadribtaani ba calaamada sawaab waxa dhigta calaamada saxda ah bijaan il fikrati ar-ra'isati fi kulli fiqra hadalka ay tudu kasta تو فكرة كوتشي رحم باسن تو مهم سن على مدى صحراء صار ألف أي نوع رئيس أشك وضحوي يمنحه على سيا ألف أي سقف كقولي كقولي سي جايسدا وعلى سيا سبعمائة وخمسين ألف ريال تضوا بقول يكون تكون أو ريال على سيا باو على سيا شهادة باسم الفائز بالجائزة شهادة وكقرية هاي shaado uu ku qoray yahay qofkii guuleystay magaciisi jim jawaiz al malik faisal al alamiya waxa la siiyaa jawaizta muxuu aha malik faisal al alamiya al khamsu ee shanta ah ayaa la siiyaa wa marka la siiyaa taasa la saxaya u dambeysa jawaiztaas la siiyaa shanta meelood lagu bixiyo oo haddii mid kuumida ku guuleysto sababtoo ah jawaaystaasi iyaga koobaya lacagtan iyo magaca iyo bilada dahabka ah iyo qoraalka iyo wuxuu dhan jaaysaas buu tirsan taas la saxay. اثنين الفكرة الرئيسة في الفقرة في الفقرة الثانية تدعى لبعض هذا اما فكرته ugu muhiimsan ee ku jira tatahaddatu waxa ka waramaysa aan ladina ku naalo helay aljaaysa jaaysada ku helay fi khidmat alislam wal adab wa dirasat alislamiyyah kuwii ku helay inay u adeegaan diinta islaamka iyo luqada carabeed iyo aqoonta islaamka waa qolo taas waa mid ba'adib wa khidmata islaam baa waxa ka hadlaysaa kuwa ku helay jaaysada caafimaadka iyo adeegida islaamka jim baa waxa ka hadlaysaa al-culum kuwa ku helay sayniska wa dib caafimaadka wa khidmata islaam iyo islaamku adeegaan taa horeysa la saxaya oo qolada horeysa laga hadlo waxa ahayd qoladii ku hadashay خدمة الإسلام والأدب والدراسات الإسلامية ولا سأهور رجل ثلاثة الفكرة الرئيسة في الفقرة الثالثة قيبت أقود ضمبيسة وها في الفقرة الثانية صومها في الفقرة الثانية واحد تازمر كاكها ليسا قولا لكو قولي ستي وحوي تاسال صحة خدمة الإسلام والأدب والدراسات الإسلامية أي فقرة ذلك هذه فقرة هذا وأوضا بيساء قرارة كهالساء وحيدو كهالساء ومهمسا تتحدث عن الذين نالوا الجائزة كوي جائزة كوهري كوهري في الطب والأدب كوهري عافمات في الغلع عربية الطب وخدمة الإسلام كوهري بكهالساء عافمات في وديك دينة الإسلام جيم وحي كهالساء الطب والعلوم تاوضا مثال صحية waxay isugu jiraan qaybta u dambeysa kuwa ku helay jaaysada caafimaadka iyo dhakhtarnimada ama xagga sayniska. Mufradaat tadriib haati mudaad al-kalimaat italiya min an-nas waxaad keentaa erayada ka soo horjeeda kuwa halkan ku qoran thumma dacaha fi jumlatin min insaa'i iyo jumlatin min insaa'ika waxaad dabeedna gelisaa jumlooyin aad u abcuriso tamnacu eegada halkaasi waxaa qoran tamnacu tucdi baa ka soo horjeeda oo bixinta tamnacu waa u diidaa wey tucdina way siisaa caalamiya yacni mid adduunyaha oo dhan u dhaxaysa
محلية بقى كسور جيدة تضعوا محي يعني وين دكتا ترفعوا وكرم قادي دا كسور جيدة كثيرنا قليل بقى كسور جيدة الغرب وحك قلبك وحك سور جيدة الشرق بري تدريب تاني سلبي للكلمتين المترادفتين هلقوا حاسكوا درتا لبدا كلمدود اسكوا معناها مترادفين مترادفتين اسكوا معناها هلقا يوم نحبا كقرن يعني وصية قال كذلك سيعطي باكو روسيا عام أركز هو سند ألف كبلاك سند ثم بيسمعنيهن ثلاثة حصل على وحو كهري يالكا كو قرن وحا مركا هذا ايج نار وحو هو يعني يدنا وقال يو هري كل با كو قرن رقم كسند وحا يلم على تبعض الجميع دمان ويان ملاحظة النحوية تهكر ما وحويان دبو ايجيد حق النحوة ذا ايه تشلعو لقصة مني حق النحوة ذا ايه وايه ضمائر النصب المتصلة ايه كذا ايه مقوحة ويه ضمائر كربابا فعل كالحي يسمبا لقاها لي وحوقة يسمان صدح قيبوت وحويه متكلم ايه مخاطب ايه غائب صدح حسين قدر متكلم وقفك يسوقها لي مخاطب نواك رلها لي غائب نوامد لقوة رمي يقول متكلم ينا المتكلم اللي بساجرة قف يا واحد شركته قف هضليا نار واحد شركته قف هضليا أما ضد هضليا وعلنا فحصني الطبيب اختار كإباري يا ذا سقف كي وسوي تعمل يا المتكلم لنا فحصني وحاني كإباري الطبيب تنوام حواقف كل يوم مركا ولبا رجع دمر بون قنكرة فحصنا وحنا الطبيب وحويا ضد بضم بون قنكرة الله بقي كبضن أما قف سلوين بون قنكرة معذم نف معذم نفسي الطبيب اختار كإباري نادى سنوار ضد خليك أي هذه الشركة هذا الشر مخاطب واحد كمذا كابا كمذا كيبا كمذا كمابا كمذا كمبا كمذا كنا كمذا كأهدي له هذا ك وانين الله هليه كي نوار قبر الله هليه كما وار بالله الله هليه كم وارك بدن الله هليه كنا وادمر بدنه الله هليه محمد قال أنا فحصك الطبيب دكتور كي باكو باري نيهو فحصت كي واحد قبر يهاك باري الطبيب تدختر دي فحصكم الا بدين وح باري الطبيب دختركي فحصكم رجي هو بدن وحيد باري الطبيب دختركي فحصت كنا تمر هو وحيد باري الطبيب تدختر دي ها وهو يها هو وايسغا ومن مقن ها وغبر مقن ايدا هما ايغا ولا مقن هم ورج بدن مقن ايغا هن وايغا ودمر بدن مقن هذا فحصه وح نينكي با مقنا باري أما لقي ورمي الطبيب والأختر كأباري فحصها قبل ده وح بارا الطبيب والأختر كأباري فحصهم اللي بدو ده وح بارا الطبيب والأختر كأباري فحصهم يجا وح بارا ورخ بدن الطبيب والأختر كأباري فحصهن يجا وح بارا ودمر بدن الطبيب والأختر كأباري تدريب هل كان وح ويوا ليلس بي نوع الضمير وح العبد يسار نوع ويهم مجعيالك الذي تحته خط مجعيالك حريق فوس قريه هاي إنه للمتكلم هاي إنه للمتكلم مثل هل ينوي هاي للمخاطب مثل هل ينوي هاي للغائب مثل مقرن هاي كما في المثال سات صلان قرن كوه رأي مها قرن واحد المدرس معلمك يعامل نوحي وقرا رقما معاملة الكبار سددك ووين بو إلى رقما ويا المتكلم يا بهلك قرن حريق باكوسيال يا المتكلم بعض مركب أرنيسا أخرجني أما أخي ولا لكي يحاورني وإلى الضاضي يدنو ويا المتكلم بقولي سالك الملابس التي لرك يلبسونها إحريهن جميلة وقروح بضانتها هذا الله حصل هاو الغائب على المركة هاو الغائبة وهكذا مد مقان ولدك جزاك الله خيرا وقفت على المركة إلهي كعضاء المريونات وحلونا كاف المخاطبة وكاف شيء يسير قبل الله الله كيف أعامله بحكمة سين الله رقمي سمر تلس سيدابان الله رقمي وهاو الغائب هذا وعامله ستة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم خذ كقال من أموالهم حوله صدقة صدقة تطهرهم حمان تكون نذيف زيد دنبجة وهم وهؤلاء الغائبين وقار مغمبك هذا سأرجع هبضا سبعة هيا نسأله كارع ويديني هؤلاء الغائبين وهكذا سنين مقر ثمانية أعز أعرنا بعض الكتب كتب تقار كود إرجسنا قصي إرجسوا أنقصوا علينا ناء وحلونا مركز ناء المتكلمين وناء ذيك وربيسي هو هاللي خمسة إن أعطيناك الكوثر ويا وعنو كسين وبيك الكوثر النبي قال الله هاللي
وكاف الخطاب كاف الخطاب وين أما كاف المخاطب كاف كاف شيء قفل الله الله يلب كاف المخاطب عشرة ما ودعك ربك وما قرأ إلى هاي كامت تجين كومنا عرون نبي محمد عليه الصلاة والسلام وكاف المخاطب وين مكانه كاف ودعك أبو هوس دقي 11 ورفعناه مكان عليا مرسرا أيام أقاضني ونسريزيني وهاو الغائب هذه قفكم مكان كهلسي 12 ثلاثة لا يكلمهم الله صدح إلهي لما هذا وهاو الغائبين أما هم الغائبين وهم تي كوا مكان رقب ضنوا مكان رقب لي 13 فاسألوهن من وراء حجاب تمرك واحد تروي ديسان حجاب دبدي وهن للغائبات تمر مغنبا أي كور رميسا الماء أنزله الله ليطهرنا به الماء بيها أنزله الله إلهي بسودتي إلهي محبيها وسودتي ليطهرنا به إنه نغن ريفيه وناء المتكلمين تعبير موجه يمكن هو تعبير معنى قارة تلمامية تدريب واحد والله إليسك كوبات أكتم موضوعا موضوع قرب عنوان الجوائز ومك عيسو يهي أما عنوان كيسي هل كدك يسو جايسة ذاك ورحمية مستعين بالنسين الواردين الله كاسين لبدا النس يكو سوكرا أرى في صفحتي 173 وفي صفحتي 180 لبدا حاشيوت أرى يكو سوكرا نصسك هذا الذي كقرنا كاشو الجوائز وكا عنوان كي تبعد نك ورحم تدريب تاني حول الحوار وحدو بدشاء شاكيسي يوضح هذا الكي كسار الوارد كسار ري في صفحة 169 حاشد بقول يسقالي لحدن إلى قصة وحدو بدشاء شاكو حوار كيوضح هذا الكي شاكا كدك مبتدئا بما يلي أدقو كبرا بيوحن صوص عوات كبرا بسا رجع الولد إلى انكبا كسو نقضي من المدرسة تبو كسو نقضي وهو يسوي يحمل سيدة جوائز كثيرة جائزين جائزة ضبطا فقد حصل روح صهر إلى كاسي على جائزة القرآن الكريم جائزة القرآن الكريم كون صهر هل كان كوض دبنا انت حواء قصة الشيكة دير كسامين تدريب الثالث وحوية لا يلسك ستحاض اكتب موضوعا وحد قرتها موضوع يساقون بعنوان الطالب المثالي أرضيك قطيشة ضمضان أرضيك وفي عن مستعينا بالصفات الواردة أدقوا كاسين أيات المامي كسو أرري في الحوار وضع هذا الكي وضع الشيكيسي الوارد كسو أرري كقرنا في صفحة 177 حاشدة بقول لحية الضباط الطالب المثالي وكا عوانك لأن الكاس والله من كابرنان وعاد كقرتا تكبو حزان مها عوان كهالي أردقة وشرفت بضان أما وقفي عن سبورك تدريب الرابع لا يسكى أفراد اكتب موضوع عن موضوع قر عن نفسك أدو يسكغر نفتاد موضوع أدو كهلية واحد هاي واحد هاي ساسان هاي ساسان هاي مستعينا بصفات الطالب المثالي أدو كاسان هي تلمامي كسار أردق وناكسن الواردة يكوية لي كقرنا كسار في صفحة 176 بقولي لحية تضباط مبينا أدو عضينا ما عندك من تلك الصفات صفوين كهالك صور من أردق وناكسن لي هي كو أدو آل ليد هي واتكور همي وما ليس عندك هو أنا الله هنا واتكور بحرسة كوا وان لي كوا أنا مليه سفوين كوا ناسنا لقى صورهم أردجا كوا أدلوا ذاك ترى وات شيئا كوا كل واحد شيئا أنا الله هنا بضبع الخط إما كوا قرال أكتب بخط النص خط النص قر آية قرآن كا إن الذين قالوا ربنا الله كوا يري إلهي با الله يجا إيمان يشي ثم استقاموا كتوصل هذا حقه تتنزل عليهم الملائكة ملائكة كسو الدقيسة أورنس الله تخافوها بقنين ولا تحزنوا همرقونين وأبشروا فرحة وكفرحة وكبشاريسة بالجنة الجنة التي كنتم تعدون تندي ليدين بلنق هذه يعني كبشاريسة اللهم اجعلنا منه قرآن كريم ويان تاسات دبيد قريسة لا يمنكم برنام باتكو قريسة ساو قرآن تنسخ أنا وادو قريسة الاملاء امكان هو ييرس دخول العلامة له لام على ما أوله اللام دخول على مركز قشو على ما أوله اللام أوله اللام كلمة لامه الرئيه هذه أشو قشو كلمة لام كبيرة بنتا أي مركز كهل يملهن يدعوك إذا دخلت هذه قشة الأرق الله إلى هذا على ما أوله كلمة أبلا وقيدو يهي لام لام ك
كتبت اللامين معا لبا اللام با لقرا دون حد في محبنا ميسا لقم قويو ودرس براء والله حدو فرسو الزائد ليل هذه اللو جي الليل وهبينا وحل قرية الليل هبينكي لبا دي بواطا اسبر بريالان حدنا وحولي الزائد الليمون الله قدر اللين دانان وحل قرية الليمون او اللين دانان تيا وقال لا مسألية الهمسة دين وحل قرية حول الله مجرين الزائد لهجة لهجة ولغضة قوم كهالان يساوي وحي لمتي اللهجة ساسي وقرميسا اللهجة لبادي اللامبو يقرميان همسة دين وقرنانيسا الزائد لغة هذه اللغة لقدر اللغة وأفضل أمدكوها دي ساعة يساوي اللغة أيو لمتي هاي ولبادي اللامبو يقرميان همسة دين وقرميسا حب الله ما شرين الزائد لبن هذه أشهر لقدر مثل عانو إريق لأي لحظه والله مكبل أما يساوي اللبن أي اللغة لي اللبن ومارتي وحو قرميان سيدا الزائد اللحم هذه أشهر هيرب لقدره والله مكبل أما يساوي اللحم أبونا قرية لبضي اللهم بوال قرية تدريب هذا هو الله يريدك اكتب ما يملى عليك وحي لقوية ليه قر يعني هل كاسيرا يريدك فتوم علم كوية ليه قر قراءة حرة وأخرس مضح بناني مكانا اقرأ النص هذا الكن أخري وحل تدريباتي كشقي ليسيدي سكشقي في البيت قرية كسو شقي لتناقشه سئاد وغلط ضوضو مع زملائك صاحب الله في الصف مرة تمادان في الصف قلاس علماؤنا علماء وحاكنا كتالنا علماء يأقوا يهنو نالوا هري جائزة الملك فيصل هري أيان كور رمينا هلكن نالوا حالي جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام وحقه هري وشقينتا دينتا إسلامكا يو الدراسات الإسلامية أقوانتا إسلامكا كشقينتا دوحا كهلي بعض العلماء قار كمدع علماء إيا قويهنكا المشهورين عانكا يدونيها لغاية قانو منهم كوا وحا كمدع عبد العزيز بن باس با كمدع رحمه الله والله ونحرستو وحودا شيء كن صدح بقولي صدنكي وحانو ننتي 1420 كن يافر بقولي لباتنكي الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز نكي لورين شري عالم نون قويها أبوها وفقيه نون فقه يقام بوها ولده وحا وكل شيء في الرياض عاصمة السعود الرياض وكل شيء وكل شيء في أسرة قيس يغلب وكبدين هاي على كثير من فربضا ومن أفرادها ضدك ككعية كل شيء كمدا طلب العلم دوني تانك يبرا شد علم أيها هيركو دي راسكو دا كبض الناء وهو يسوحها أحد العلماء أقويهن كي دينتا مد كمدا الذين كواسو قضوا كل ما يستي حياتهم للشودة في خدمة الإسلام إن دينة الإسلام هو شقيان يوم مسلمين ضد مسلمين تاني وأديجان حافظ القرآن قرآن كوا حافظي الكريم القرآن كشرفة بدن قبل سن البلوغ إنت هانو دادي قانجار كبجارين سواء قانجارين بقرآن كحافظي ثم بدأ أوح برابي في تلقي العلوم إن علوم تكبرتو الشرعية علوم تشرعية دينة الإسلام كا يوم العربية اللغة العربية جبا إنه كبرتو على أيدي كبار المتخصصين علماء وين إنه قعمه هذا كبرتو يعني معلمين النقضان فيها كو تخصصي سجارة أبرتي أبن بحي محي أبن بحين أقار نقضين برشاد الشرعة الإسلام هي اللغة العربية برشادة علماء كو تخصصي أيو قعمته هذا كبرتي إيجا كو أببي أو كو أنقري أو كو أبري عمل أبو كشقي في القضاء قرصورك محكمته كشقي مركو حبر سر لما يستي مدة 14 عاما أفر يتبص النضاد يقرصور كشقيني ثم عمل بالتدريس هذا نوع كشقي واحد لقيت يا معلم هذا في المعهد العلمي معهد علم يا قانط لجبرته يا كلية الشريعة كلية الشريعة دي دين سام كلجبرته بالرياض كوي على أي كشقي أيه هذا معلم كان غضي ثم الجامعة الإسلامية وهذا معلم كان غضي جامعة الدين الإسلام ك يعني لجبرته يكوت على بالمدينة المنورة مجال ده مدينة ثم الرئيس لها جامعة داسو قدومية كنغضي ووحو نغضي مدحوينه جامعة دبا ثم أصبح الرئيس ثم أصبح الرئيس ووحو نغضي قدومية العامة إيقود قدومية قود لإدارات البحوث مامورك علم بارستا
baaritaanka alcilmiyati baaritaanada cilmiga ku saabsan iyo waliftaay fatwada iyo ka jawaabida mas'uuliyiinka cilmiga ah ee loo baahdo iyo wadacwada baaqida iyo diinta islaamka dadka loogu baaqayo iyo walirshaadi hanuuninta ummadda islaamka iyo guud ahaan caalamkaba intaas oo dhan uu madaxu noqday caam 1395 hijriya 1395 loo dhiyo masabka iyo xilkaa weyn wal mufti caam buu haddana noqday muftiga guudba ayuu noqday bijaanib ri'aasati almajlisi taasiisi isaga oo ay dhinaca socoto inuu madax u noqdo majliska iyo golaha aasaasay liraatibati alcaalami alislaami xidhiirka caalamka iyo dunida islaamka taana wuxuu noqday golaha aasaasay xidhiirka ururka xidhiirka caalamka islaamka isku xidha wuxuu noqday majlisi iyo golihii aasaasay gudoomiyaheed iyo madaxdeedina uu noqday walmajlis alacla golaha sare ayuu ahaa gudoomiye eelil masaajidi masaajid oo dhamme ay leeyihiin ee dalka sacuudiga walmajlis alacla buu as gudoomiyadana ka ahaa muxuu ka ahaa iyadana yacni golaha sare eelil jaamicat alislaamiya jaamicadda islaamiga ee madiina wa kaana cudwan wuxuu ka ahaa xubin fi bacdi hay-aati dacwa hay-adaha dacwada diinta alislaamiyata diinta islaamka wada ee ugu baaqaya muslimiinta qaar ka midana xubin buu ka ahaa min kutubi waxaa ka mida kutubta qoray alfaraaid kitaab la ydhahaa ayuu qoray waxaa kula qoray risaalatun fi tabaruj walxijaab risaalad iyo kitaab kooban oo ka hadlaya tabarujka tabaruj waxa waya dumarkii oo xijaabka ka taga iyo xijaabka oo la qaato labadaba uu kaga hadlay risaaladana wuuna qoray wa naqdu lqowmiyati alcarabiyati qowmiyadda carabta dadka ku baaqa ee yidhaahda yacni qowmiyat lcarab oo yacni reernimada iyo qowmiyadda iyo ummadda carbeed kuwa ka hadlana wuu naqdiyey kitaab kaga naqdiyey ayuu qoray wa sheekh moxamed ibnu cabdilwahaabna wuxuu ka qoray kitaab dacwatu siduu diinta ugu baaqay dadka wasiiratu taarikh nololeedkiisii wa thalaathu rasaa'ila saddex risaaladoodna wuu qoray oo kutub yaryara oo fi salaati salaada ka hadlaya wa taxdiir min albidac wuxaa kalu qoray kitaab ka hadlaya digniin dadka looga digay bidcooyinka walijihaadu fii sabiili haddii ilaahay diintiisa oo loo dagaalamana kitaab uu ka qoray wa fataawa wuxuu qoray waxyaaba fatwa ah iyo cilmi baaris iyo jawaab tatacallaq ku la xidhiidha biaxkaami alxaji waalcumra wa ziyaar axkaamta xajka iyo cumrada iyo ziyaarada la booqanayo yacnii maaragtay ama ha ahaato ziyaarada lagu booqdo qabriga nebiga iyo keyrkeed iyo keyriha kutubo kaleba uu qoray xaaza wuxuu helay jaa'izat almalik faysal buu helay likhidmati alislaam uu adeegidda diinta islaamku ku helay licaam 1402 hijrada ayuu helay caliyun addantaawi raximahu llah waxaa isaguna jaa'isadan helay ninkiloosi cali addantaawi oo dhashay caam 1327 oo dhintay caam 1420 isku sanad bay dhinteen labadood dhalashadana wax yar bay kala horreeyeen saddex ugu buu ka weynaa ninkanaa saddex ugu weynaa oo sheekhani suuri buu ahaa asheekh caliyu mustafa addantaawi ninkaasi wuxuu ahaa caalimu nin caalima oo aada u aqoonyahana wakaatibun qoraabu ahaa islaamiyun oo islaami ah diinta islaamka yacni aada u bartay oo nin caalimaho muslima buu ahaa wulida fii madiinati dimashqa wuxuu ku dhashay magaalada caasimada suuriya wa talaqaa tacliimuhu tacliintiisa wuxuu ka helay oo ku qaatay fiiha magaalada suuriya ku qaatay wa takharaja wuxuu ka baxay fii jaamicatiha jaamicadda suuriya ka baxay filxuquuq wuxuu ka baxay xuquuqda iyo waalaadaab ayuu bartay oo cilmiga carbeed ee aadaabta iyo xuquuqda ayuu ka hadlay ayuu bartay caam 1933 1933 ayuu ka baxay jaamacadda tadaraja wuxuu yacni tadaraja wuxuu kor u socday oo uu maaratay fi lwadaa'if altacliimiya shaqooyinka xagga waxbarashada iyo walqadaayati xagga garsoorka labadaba oo maxkamadaha aba tadaruj iyo jaranjarooyin badan buu ka soo maray oo intuu ka soo bilaabay xagga hoose ayuu kor u socday uu kolba meel u gudbayey fii suuriya dalka suuriya xataa balaqa wuxuu ka gaaray fiiha waxbarashada iyo garsoorkaba makaanatan caaliyatan darajo dheer buu ka gaaray intaqala wuxuu usoo guuray markii dambe ila almamlakati alcarabiyati sacuudiya wuxuu usoo wareegay dalka sacuudiga caam 1963 ayuu sacuudiga usoo wareegay markuu suuriya ka shaqeynayay 30 sannadood
حيث عامل ماشى سوكا شقيه في تدريس وحبريد اي معلم مدو كشقيه في كلية اللغة العربية ايو معلم كنقضي كل كهر الكلية كهذا اما لقبرت اللغة العربية وكلية الشريعة في الرياض وحقلو معلم كنقضي كلية الشريعة الاسلامك او الرياض قطالة ثم في كلية الشريعة في مكة المكرمة مرصدحات قوح معلم كنقضي كلية الشريعة اي مكة قطالة استطاع اوح اوضو هلي ان يجمع عينو سوكينو بين الثقافتين لبدا اقوامات بيسكوتر سيدنكني الاسلاميه العربيه اقونت حق الاسلام كي لغه عربيه يقول حديثه المعاصره اقونت عصوب اي مكادويده اي مارتي علميدان عصوب اي سيرس كي حسابات يوحنا وبرتي وهو يسقو عالم وان عالمه كبير وين وخطيب مفوه وان خطبديهنا اوتكر مفوه اوتكر وكاتب بليغ وان قراء او خيل ديره مر كتبته قري وكانت له جهود وحسمي الدالة فربضا علمية وحقا قونتا وثقافية قون بضا وطيبة ونحسن بوسمي وكاكد بيها لكي عبر وسائل الإعلام وكاكد بنتري يساقو السيد أحمرنا وسائلك إعلامك يور باهنت أي مرنتري ومارت وحوها من صحافة صحافة كقريتري وإذاعة إذا عدو كسيدين تري وتلفاز تلفزيون كنا وكسيدين تري مقالة انتبه هذا يتردده هو كقول تري وعقله كجبين تري إذا عدها أي لجسيدين تري وحكله أو لجسيدين تري تيفيد لجداون تري علي أتنضال وقد عرف وحلا برتقال لبرت ببرنامجه الإذاعي برنامجه إذا عدو كسيدين تري لون تري مسائل ومشكلات وسيدين تري مسائل يعني ومشكلات مسائل يدباتوين أو كهل جري أي جري وبرنامج تلفازي وعشان مثل تلفاز كوكسيد كاس إذا عضوها مسائل ومشاكل ومشكلات كانوا حوي وكل جري إذا عض أو تلفاز كنور وهداية أيون جري افتني هنون افتني هنون له العديد من المؤلفات وعلان جري كتب ضن أو قري أي جرته منها وحكم إذا تعريف عام سقط تلمان جود كبحي بدين الإسلام دين الإسلام وصور وخواطر كتاب ليلى أيات كري إياه ومباحث إسلامية علم باري إسلامية كتاب ليلى والرسائل الإصلاح يلا لا رسائل أما يعني كتوية يفرمه وهياتنا وضد كل قط وسني وقصص من التاريخ شيكون حاجة تاريخ تلحق إلى كتاب ليلى هو قري ورجال من التاريخ كتاب ليلى هذا اسمه هو قري حاجة تاريخ الصومري وقصص من الحياة شيكوين كوساب سن كتاب لا نرشه ثانه وقري وذكريات علي الدنداوي وقري حصوص قركي علي الدنداوي وفي ثمانية أجزاء سديت قيود كتاب خاصي ككوبي هاي نار وحو هري جائزة الملك فيصل بوهر العالمية لخدمة الإسلام وحو كهر إستقر مقع وحو قاطي وهذه جدة دينة إسلامك عام 1410 وحو هري سنة كي كون إيو أفر بقول إيو ثمان كي هجرده أيو قاطي إسقونا أحمد حسين ديدات من كل أورينجري أيها السجناء أحمد حسين ديدات من كل أورينجري أيها رجع يسقون هلاي كمدها الشيخ أحمد حسين ديدات داعية نوح عن الدين تطلق غباقة أو إسلامي من إسلام يأه من جنوب أفريقيا أو ذلك كونفر أفريقيا كسوة جيدة درس المراحل أوح برتاي هيرك السابقة هراء الجامعة الجامعة أيو صادقتي وعمل في مجال الدعوة وكشقي دين دعوة الإسلامية الإسلام كي دينته لو باقي عالمك أيو كهول قلي نحو 35 عاما وكشقيني إلى شن يصد الصندوق أيو دعوة الإسلام كشقيني إشترك وكقيب قال في العديد إن فربضا ومن المؤتمرات كم من الشركة الإسلامية مسلمين تا أي كقيب قلان الإقليمية الجبلة mid gobolada lagu qabto iyo dawladda shirarka caalamiga muslimiintu qabtaan ba uu ka qayb galay walqa wuxuu jeediyay muhaadaraat inuu soo jeediyay muhaadaraat kathiiratan farabadan fil aadid wuxuu ka jeediyay in farabadan oo kamida milad dawladda islaamiyati dawladda islaamka kamida wagaar islaamiyati ya hata kuwan islaam ka hayn ba wuxuu ka galay muhaadaraat aad u farabadan waaqada wuxuu qabtay uu ka qayb galayna oo uu qabtay munaadaraatin dood cilmiyeed aadida tan tirabadan أو لا قال مع خصوم الإسلام كل إسلام كسر تلك قارضة قارهان كريستانك أيو آذل الدودي شري أحمد ديدات
oo aan ku aha wa anshaa wuxuu bilaabay oo aasaasay macahad salaam islaam macahadka la yiraahdo macahadka nabada ee islaamka litadrib tullab si ugu tababaro ardayda cala qiyaam inay la yimaadaan bidacwati dadka ugu baaqan diinta alislaamiyya islaamiga oo ka soo saaray ragga ducada oo diinta ku baaqa asara wuxuu soo saaray العديد إنفر بدن ومن الكتبياتي كتيبات يعني كتب يرير والمنشورات قراء الله يرير التي تاسو ترد يسهر تاقيسة على خصوم الإسلام كو إسلام كلا الضوضة كو عدو إسلام كا إسلام كسهر تيدا أي إن بدن قراء الله بدن أو كهلا إيا أي قراء وتدحد أو باب إنيسة مزاعمهم وحيابه كدو ديا كو عدو إسلام كا إبنت أي وحبا آري كتيرين وعني رس رسائل يكتب كتب لنا قال الله مسوب بابينس منها واحد كم ذا ماذا يقول إنجيل عن محمد محو قري كتاب إنجيل محو كشيعي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وهل الإنجيل كلمة الله وعقله قري إنجيل ما تهي كتاب كي إلهي ما هذا الكي إلهي ميتها إنجيل شن أكريستان كشيعنا يان ما هذا الكي إلهي بقى ساسو قري والمسيح في الإسلام محو قري وقري يعني نبي عيسى إسلام يعني سي إسلام هو قهر لي وما هو صفر يونان أي قرية وما حي كتاب يونان لي له أو قهر لي على التوراة كتاب التوراة النبي موسى وما نزاح الحجر يا ذلك حكي قاضي أي قرية كتاب لي له والبعث والانتعاش وهو قهر لي صوصار كي دبسوا النوران شانا وكتابه كقرية والصلب يعني الدلدلادي أي شيء يعني قوة يهود أهي النبي عيسى الدلدلي أي قرية أبوه قري أو وحيد خرافة السلب سلب خرافة يبين أبوك أه إنه عيسى لدلدلي ولا دلي أو خرافة وحبة كتيرين وصلاة المسلم بو قري أنا وفهم مسلم قال سلا دي سكتاب ليلا هذا وحي هري جايس الملك فيصل بو هري العالمية أدوينها لسيو لخدمة الإسلام وحقوها ليس قوة دي دينة إسلامك عام 1406 وحقاتي سنة كي كن أفر بقولي اللحدي بتصرف يدو واحد لقى بدلو واحد لقى صقري من الموسوعة العربية العالمية كتاب خليلة أيها لقى صقري من الموسوعة العربية العالمية استيعاب ومعنيه اللي فهمه تدريب واحد ليلة الكوبات طع علامة صواب علامة صح واحد كتاب أو غلط أو خطأ أما علامة خطأ واحد كتاب هذا كان هرتي صقر عبارات كان ثم صحح الخطأ خطأ أضغ صح الصواب سيصحح أنا حقا كقر مركها واحد العالم العالم نكي أقويها إنك الذي حافظ القرآن يا قرآن كحافظي قبل البلوغ أنت نقان قال هو على التنداوي بؤها أيها نكي عالم كها يا قرآن كحافظي تسوى قلده وها أي نصومر إنك عالم يا قرآن كأنت نقان قال حافظ روحها ابن الباز إنك لا يلاحظه عبد العزيز بن عبد الله ابن الباز بؤها اثنين العالم العالم الذي جمع بين ثقافتين هو الشيخ ابن الباز منك عالمك اللبضة علم دينك علم كان عصب معاصرك اللبضة وبرتي وهوها الشيخ ابن باز تحسنا هو غلط وهوها أنك اللبضة وبرتي علي أدنداوي وها ثلاثة العالم منك عالمك قويانك الذي عقد مناظرات قبطي اسمي دوضو علميات مع خصوم الإسلام سيقول الدوضي كو عدو الإسلام كالقالة هو ديدات أحمد ديدات وها تحسنا صح سيقولها أربعة الدنداوي وابن باز لبضان عمل وحكي شقيين لبضوا في مجال القضاء حق القرصور إنا على القرصور لبضوا يكسوا شقيين لبضونا وحكي كدر من يمر كدر أقوى دلاسات يعني وحبرد يمع لنما لكن لبضوا ملكروا يكسوا شقيين خمسة العالم الذي كان يتحدث عن الإسلام منك عالم كها كهل لشري إسلام كيوم نسرانية كريستان لبضا كهل لشري هو الدنداوي بوها كاسوا قلض وكي لبضوا كهل لشروح أحمد يداد تدريب ثاني لا يسك لباد اختر الجواب الصحيح جواب الصحة الدورة بوضع دائرة نادقو قوبة قرينية حول الحرف المناسب حرفكم ماشي كوها بون واحد مسقط رأس الشيخ ابن باز ماشي مدحي سكو صول عهد الله لو حلو قد شيء لهالك قول شيء وقول شيء ابن باز ألف دمشق مقالة سوريا عاصمتها باء الرياض عاصمة السعودية جيم المدينة المنورة مدينة مقالة المدينة المنورة واحد قوبة قرينية بعضا الرياض بقول شيء اثنين توفي الشيخ خاني واحد انتهى لبضي الشيخ ادن داو ابن باز ابن باز يدن داو حوض الانتهان الف عام 1420 كون افر بقولي لبعض تنكيه الجردة با عام 1402
waxay dhinteen maye 1402 jiim caam alif wa 410 waxay dhinteen hijriya 1410 waxa sax oo goobala gelinaya alifka waxa la wado dhinteen 1420 alaalim ninki talaata alaalim ninki aalimka aha alladi aalimki kaanad lahu barnaamiju kulaha barnaamijo fil idaacati wa tilfaas idaacadana barnaamijka jeedin jiray telefoonkana ka jeedin jiray huwa wuxuu aha ألف نباس بها بأدي ذات بها جيم أدين تنداوي بها تنداوي بها لصحة أمريكا والله بدأ برنامج كلها أربعة العالم المسلم غير العربي نك عالم كي مسلم كأنا عرب هيني صدق حدود ظانين هو ابن باز بها بأدي ذات بها جيم أدنداوي صدق ظانين نك أنا عرب هيني مسلم ها عالمها وحوها كموها بادات قلنسا دي ذات بها وازل كيسو هنديها خمسة انتقل الشيخ الدنداوي wuxuu u wareegay sheekh dandaawi ila saudiya tibuu u guuray wuxuu markaa ka soo guuray alif min suuriya ba janubi afriqiya wuxuu ka soo guuray koonfur afriqa jim misr masar buu ka soo guuray waxaad goobad galaysaa alifka suuriya ka soo guuray isticaab im kana waa in macnihi la fahmaa tadrib taalid waxa weeye markaa laylista saddexaad ajib ikhtisaarin amma yali ka jawaab si kooban waxan soo socda واحد ما اسمه جائزة وام حي جائزة التي حازها العلماء ثلاثة صدح ذا عالم صومرني جائزة هلين يا بالقود كهلين مبعوض محل هذا وعلى جائزة ملك فيصل العالمية اثنين ما المهنة التي عمل فيها ابن باز والطنطاوي غير الغباء محايا هاين شغل اي قبتين ابن باز يطنطاوي اي قرصورك انا هين مهنة تدريس بها ذو حبردة اي لو ذكسوا شقيين ثلاثة لماذا انشأ معهد السلام في جنوب افريقيا محل لو اساسي oo loo sameeyay maxadka la yiraahdo maxadka nabadgelyada ee jaruub afriqiya ku yaala ee axmed diidaad sameeyay waxa loo sameeyay litadriib tullaab cala qiyaam bidacwada islaamiga ee dadku ay dacwada islaamka dadka ugu baaqaan baa loo sameeyay arba maada amila tadawi qabla intiqaal ila saudiya wuxuu ka soo shaqeeyay ninka tadawi loo jiray intaana saudiga uu soo wareegin fi tadriis wal qadaab ka shaqeeyay macallinimo iyo garsoorka waxa ka maxkamadaha labadaba khamsa man min al ulama ya ulamada kamida oo ka taba qoray fi dhaxdi مزاعم غير المسلمين إنه بربريو طوطة حق درادة الشيء الشيء بين تاقود السن يكوى قرادها أي كالشيء دينة إسلامك لنك وحقق ربا بيكمها سدح دانين وهو أحمد ديدات مفردات إما كان هو أريو كلي كلي يبقى لقاه الله تدريب واحد ليس كوباد سلبي لك الكلمتين اللتين تأتياني معا واحد فوصو حدا لابد الكلمة دو وضع صعودة إلا وضع قيبوت كلي كلي إسلام دونو هلك العلوم باكو قرن الشرعية طوال الدنيا أقوان تشرعية داعية بهالك قرنين دتك ووية لحقة وهالو قرن داعية الإسلامية نن يعني الداعية وإسلامية سن بهالك قرن وهالو قدر يهالك سن البلوغ ده كان جارك الجامعة بهالك قرن الجامعة الإسلامية بهالك قرن جامعة الإسلامية دين الإسلام والكبرت القومية تبقى قرن قومية هي أمة العربية تبقى قومية العربية القدر يهالك تبقى قرن مدينة بهالك قرن مدينة دمشق يا الله قال قرن مدينة دمشق هل كان طلب باكو قرن هل كان العلم باكو قرن سأصدونه طلب العلم علم الدولي جيسا لقوليا مركا خصوم عدو باكو قرن دبا انما حالكو طريا خصوم الإسلام هو إسلام كو عدوك كلية باكو قرن هل كان الله دوني الشريعة أهريسا كلية الشريعة كلية الشريعة دبا ان الله بالله بضع واسكو الله مانع ومعنه هذا توسط قرن سائس الله دوني مدل بتهيد الله دوني تدريب تاني رتب الكلمات كلمتها نسكوها قاتش لتصبح سيوم نقطه عبارات هذا اللي قرن قرو كلمتها نسكوحد ألف واحد قول الإسلامي العالم رابطة ساسا أو قرنه اسكوها قاسة حتى رابطة العالم الإسلامي حريرك أرك حريرك إسلامك أما عالمك إسلامك اثنين الملك جائزة فيصل باقر هذا مركا قرطا جائزة الملك فيصل مركا قرن ثلاثة السعودية العربية المملكة ساسا كوكو حتى المملكة العربية السعودية سيوم نقطه هذا اللي أخري قرو ومعنى له بقرطة السعودية العربية أربعة الإسلام معهد السلام باكو قرن وعب قرطان معهد السلام الإسلامي معهد مارتي إسكولك نبت قليدة لقاها الله إسلامك قصر إسلام خمسة واحد قرن العربية العالمية الموسوعة ساسا كو قرن متبقار بقرن تاي إسكوها بيه واحد لهذا الموسوعة العربية العالمية الموسوعة هو كتاب وي وكها الله يعني لغة عربية كو قرن وعالمنا الإسلامية دعوة هيئة باكو قرن إسكوها قاعدة هذا الكديق وحتى هذا هيئة الدعوة الإسلامية هي أدى الدعوة يباق إسلامك إيه دينة إسلام قصر إسلام تدريب ثالث إبحث وحد كبار
عن الكلمات أريضة أتالية صوص عضا في معجم العربيين معجم أما قاموس عربي كبار وسجل معانيها لأن معنيه هو ذنب قر ما تطهشه البلوغ بهالك قرن قانقان واحد والبلوغ قانقان واحد كبار سبلغة هالك كبار بلغة فعل كمجرد اثنين الحجاب أي هالك قرن وحجاب كان لقصده حجبة يعني وقري هالك كبار ثلاثة داعية ثم قرن دعوة كبار والدعاء يدعوة هالك كبار إذا قف يعني حقك باقية العمر أربعة العمرة عامرة بات كبار إذا هالك خديدي تولى يعني هو مامري ولي كبار هذا مثلا ديرت بعد دون سلو بارا مجرد كان فعل كمجرد كان ستة تلقى هو لكل مي لقيا بعد ما كان كسب كبار إذا لقيا يكون كيريسا سداسي والله أعلم بالسواب بالله التوفيق.